بصوا بقى التصريح الموزون، والله بتكلم بجد، دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس وزراء مصر. انا ليه بقولك التصريح الموزون؟ اسهل حاجة يقولها دكتور مصطفى مدبولي انه يقول لنا احنا اقتصادنا في حالة ممتازة، في حالة عظيمة، لان احنا لاول مرة يبقى في عندنا فائض في التمويل بدلا من عجز التمويل اللي كان مستمر معانا لحد يناير 24. اما تيجي الوكالات الدولية زي ما اتكلمت جولدمان ساكس وتقول ان احنا في عندنا فائض في التمويل، اسهل حاجة ممكن يقولها رئيس الحكومة يقول لك ايه؟ احنا خلاص وضعنا اصبح جيد جدا او وضعنا اصبح ممتاز. ما قالش كده. بل بالعكس، الحكومة بتتعامل بطريقة وكأن شيئا لم يكن، ومستمرة في إجراءاتها، ومستمرة في سياساتها، ومستمرة في جهدها المضني لجذب المزيد من الاستثمارات وكأن شيئا لم يكن، مع أنه ما كان وما تم وما حدث فعلا كبير وباعتراف كل حتة في العالم. زي ما كنت بقول لكم، إذا كان ستاندرد أمبورز نقلتنا من نظرة سلبية إلى نظرة إيجابية دون المرور على النظرة المستقرة. خليني هنا أخد دكتور فرج عبد الله، وهو الخبير الاقتصادي الكبير والمعروف. أهلا بيك يا دكتور فرج. أهلا وسهلا ومرحبا أستاذ يوسف. أهلا بيك، عامل إيه؟ كله تمام؟ كل عام وحضرتك بخير ومبروك لك خير. وانت بالصحة والسلامة يا رب، ربنا يخليك يا رب. دكتور فرج، كيف ترى تصريح دكتور مصطفى مدبولي عن الوضع الاقتصادي ووصفه لي بأنه جيد ونحن مستمرون في خطوات الإصلاح؟ أنا كنت بقول وتتعامل الحكومة وكأن شيئا لم يكن، مع أنه كل الوكالات رفعت النظرة بتاعتها من سلبية إلى إيجابية. الوكالات تتحدث عن فوائد التمويل بدلا من عجز والفجوة التمويلية. بتشوف الموقف ده إزاي؟ بكل تأكيد، يعني أنا بعيد كلام حضرتك، إحنا يعتبر على عتبة مرحلة جديدة من الإصلاح الاقتصادي اللي بدأت بحجم استثمارات كبير وتلاع عدد كبير من التدفقات اللي يمكن يصل في مجموعة مع نهاية العام المالي الجاري 58 مليار. يعني متوقع جدا أن يكون الانحطاط النقد الأجنبي نتيجة لحصيلة الاستثمارات إلى جانب التمويلات اللي ممكن تكون موجودة إلى جانب الرصيد الحالي من الاحتياط النقد الأجنبي يعني يتخطى 58 مليار، وده رقم يعني كبير للغاية. هو رقم تاريخي بالنسبة لنا، يعني ما شاهدناهوش قبل كده. نعم، وبالتالي ده يستلزم عدد كبير من الإجراءات ومن التحرك للحكومة، يمكن مختلف شوية عن السابق عشان نقدر نحافظ على يعني المكتسبات دي ونقدر ان احنا ننميها بشكل كبير. عشان كده انا اعتقد تصريح الدكتور مصطفى هو بيتكلم على انه احنا ان كنا خطينا خطوه وحققت نتائج ايجابيه للغايه فهناك مزيد من الخطوات يجب الاستمرار فيها نتيجه دي اللي حصل خلال الفتره اللي فاتت. يعني مش هنكرر الموقف اللي حصل ونعتمد بشكل معين هذه التدفقات النقدية وبعد فترة معينة يحصل مشكلة ونضطر مرة تانية لعدد من الإجراءات. عظيم. عشان كده زي ما قلنا هو اعتبر احنا في خطوة جديدة في مرحلة جديدة تماما ومختلفة عما كان في السابق. هتعتمد في النهاية انه يكون عندنا اقتصاد قوي قابل على ان هو او قادر على ان هو يتلقى اي صدمة ويكون في نوع من المرونة في الهيكل الانتاجي ونقدر ان احنا يعني نعزز من حجم الاقتصاد وحجم الناتج المحلي الاجمالي. هل اقدر اقول انه بالطريقه دي وبالتزام الحكومه بجذب المزيد من الاستثمارات، بل واصرار الحكومه ايضا على تنميه القطاعات الصناعيه اللي في مصر وجذب استثمارات صناعيه جديده الى مصر، يصبح عام 2024 عام انفراجات؟ بكل تأكيد، يعني احنا بنتكلم على مستوى التمويل او الفاينانس بنتكلم على رقم ما حصلش في السنوات السابقه قبل كده. لو بنتكلم على حجم الاستثمارات فهو يعتبر الرقم التاريخي اللي حصل في رأس الحكمه ومتوقع ان يكون في مزيد من الصفقات الاستثماريه الكبيره. فاذا احنا امام سنه يمكن بشكل كبير كان نصها الاولاني او الثلاث ارباع الاول او الثلاث ارباع منها صعب لحد كبير، ولكن الربع الاخير مع بدايه الانفراجه يعتبر خطوه جديده في مرحله مختلفه تماما. هنشهد خلال الفتره اللي جايه مزيد من الاستثمارات من القطاع الخاص المصري والاوروبي، مزيد من الاستثمارات القطاع الخاص المصري مع دول من جنوب شرق اسيا وبالتحديد الصين. هنلاقي طفره كبيره في ملف الصناعه بشكل اساسي هيعتمد على مدخلات المصريه ومكونات مصريه بنسب كبيره. كل اللي هيكون جاي من بره بيعتمد بشكل اساسي ان هو يجيب لنا نو هاو
ويعني فن انتاجي مختلف عن اللي عندنا، هيدي فرص اكتر للتكامل القطاعي ما بين القطاعات وبعضها وما بين القطاع نفسه، هيدي فرصه اكتر ان يكون في نوع من الصلابه في مكونات الناتج المحلي الاجمالي، ويكون في يعني ميول اكتر للانتاج السلعي والانتاج الصناعي بالتحديد. ده يدي فرصه اكتر ان احنا يكون عندنا نوع من التعافي ونوع من القدره على مواجهه الصدمات الخارجيه، ما يكونش صحيح. عندنا اقتصاد هش بالشكل اللي احنا ممكن نشوفناه خلال المرحله اللي فاتت. صحيح. انا بشكرك جدا جدا يا دكتور، واتمنى ان احنا نشوفك قريب تاني، حتى لو كنا لسه شايفينك من شويه يعني من اسبوع كام تقريبا ولا اقل، نشوفك تاني وتالت ورابع يعني. نحن نعتز جدا بوجودك معانا وبمحادثاتك التليفونيه. شكرا جدا دكتور فرج عبد الله الخبير الاقتصادي البارز.